تعوق أسفي في ممارسة الرياضة. صحيح أن لم نعمل على التواصل، وفي التواصل تتحل المشاكل، ودائما في التواصل والسماع والاستماع تحل المشاكل، أو على الأقل يكون كل الأطراف متداخلة على علم بها. لكن لا بد أن أشير وأعلق على ملاحظة أريد من الجميع ألا يأخذ علينا أي مسؤولية في هذا. صحيح أن النعناع الشم، نعم للجمع الشم، نعم لجمع كل الفرق، شريطة ماذا؟ أن يكون كل الفرقاء بطبيعة الحال يرغبون في ذلك. ثانيا، أسفي من رحيم عصبة الجنوب، وكنت أتحمل المسؤولية آنذاك، ودائما أسفي وفرحه أحن إليه، واستمعت إليه، واستفدت من تجربة بعض الأشخاص الذين حضروا الآن في تسيير منهم سي صالح زنقان. لكن شاءت الأخبار أن تخرج آسفي من رحيم مرة.